شلون دولة تعطي موافقات رسمية لقاعات غير رسمية ومتجاوز عليها؟ يا دولة، يا وزير الكهرباء، يا مدير كهرباء نينوى، أنتم المجرمين الحقيقيين. كمل لي القصة. هسا انتهينا من الكهرباء، دخلت السياحة، الآن سولف لي على البلدية. دائرة زراعة نينوى هي أعطت وسمحت وغضت النظر عن الشخص الذي أقام القاعة. أجدت عليها مرة، أجدت عليها مرة رادت تفلش وما قبل، سوى واسطة لو هي تعرف وتدرك تمام الإدراك. كل الدوائر تعرف عن هذا. خليني واحدة واحدة. دائرة زراعة نينوى الآن يسمع، نعم، يسمع الجهات التحقيقية، نعم، بعلمها، نعم، بعلمها القاعة ونشأت. نعم، زين، كلهم يعرفون منطقة متجاوز عليها، ولا يجوز إنشاء هذا المرفق إطلاقا. أرض مملوكة للدولة تسقى مطرا، هذا السند مالتها. بس هي منشأة بهاي الأرض لو أكو منشآت أخرى؟ نعم، بس هي بهاي الأرض الزراعية التابعة للدولة لو أكو منشآت أخرى؟ لا يوجد، تقريبا خلينا نقول هي الوحيدة بهاي المنطقة. زين، الوحيدة هاي، انتهينا من الزراعة. الولد أبو القاعة عدة موافقات رسمية من الدولة لو ما عنده؟ إطلاقا لا يجوز تحويل صنف زراعي إلى صنف سكني أو تجاري إلا بموافقة ما يقارب أكثر من 10 وزارات. زين، فإطلاقا ما يحصل هذه الموافقة، مستحيلة. نجي للدائرة الثانية، الولد متجاوز ما عنده موافقات رسمية. زين، دائرة الكهرباء شلون سحبت له كهرباء ونشروا هذا الكتاب يا عمر؟ طلع لي كتاب مال دائرة الكهرباء اللي أمام المشاهدين الآن حتى تعرفون الدولة شقد بيها استهتار، بلا موافقات رسمية تعطي كهرباء. وشوف شو تجاوب. إلى دائرة التفتيش والمتابعة قسم سياحة نينوى ميم قاعة الهيثم، إشارة إلى كتابكم ذي العدد 11161 في 11/10/2022، نود إعلامكم بعدم وجود أي مخاطر على المواطنين الذين يرمون حز القاعة لمناسباتهم، لكون الخطوط الكهربائية التابعة لشبكتنا لا تشكل أي خطر. هذا الكتاب ب 12/10/2022، العدد 3/4 على 1 من موقعه على نجم 155. من موقعه؟ من موقعه؟ اي، ما من موقع عندك؟ بمعنى الجهه اللي صار، عفوا استاذ نجم، سياحه. ممكن بس ارسل لي اياه بعدين استاذ نجم هذا الكتاب. هسه ارسل لك اياه. بمعنى دائرة الكهرباء خاطبت دائرة التفتيش والمتابعة قسم سياحة نينوى على كتابها 1161 انه هاي القاعة لا تشكل خطر على المواطنين حتى لو كانت تحت الضغط العالي. شلون دولة تعطي موافقات رسمية لقاعات غير رسمية ومتجاوز عليها؟ يا دولة، يا وزير الكهرباء، يا مدير كهرباء نينوى، أنتم المجرمين الحقيقيين. كمل لي القصة. هسا انتهينا من الكهرباء، دخلت السياحة، الآن سولف لي على البلدية. البلدية عندها معلومات كاملة انه هاي الارض غير مخصصة لل كمنشأ تجاري او صناعي، علما انه هي عندها كافة المعلومات، نعم، انه هاي متجاوز عليها. كيف هم ساكتين هاي الفترة كلها؟ ساكتين البلدية. خليك وياي استاذ، سيادة النائب سالم محمد. نعم، الآن أسمعك. الآن أنا كشفت خيوط الجريمة، وهي قد تكون تكشف لأول مرة. أنت الآن سمعت هذه الدوائر التي أشرت إليها، سياحة نينوى ودائرة الكهرباء والقائم مقامية، متواطئة
مع الولد المتجاوز، شلون نينوى تنطي كهرباء لقاعة غير غير رسمية ما بها موافقات ومتجاوزة على أرض الدولة؟ شلون تصير الجريمة بعد؟